شدد الاتحاد الأوروبي على إيجاد الحلول الدبلوماسية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم جر المنطقة إلى صراع إقليمي. وتسعى الدول الأوروبية للاتفاق على رؤى أوروبية موحدة لتجاوز المشاكل الاقتصادية وتقريب وجهات النظر وإيجاد سبل لحماية الملاحة في البحر الأحمر. بعدما رحب بالاتفاق الذي أفضى للهدنة في غزة، أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يسمح ذلك بزيادة كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن الهدنة تمثل لحظة يجب البناء عليها من أجل التوصل إلى اتفاق شامل والخروج برؤية سياسية يمكنها فتح الأفق لحل مستدام للصراع. حينما نرى أسعار الطاقة ترتفع بسبب التوترات الدولية، نعرف أننا ندفع ثمن العواقب. لذلك علينا أن نكون لاعبين فاعلين، وعلينا القيام بمزيد من الجهود البناءة لتقريب المواقف. وشدد الاتحاد على أهمية اتفاق الهدنة لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة وسط النقص الفادح في كافة المواد الأساسية، لافتا إلى تكليف المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات للانخراط مع الأطراف المختلفة والإشراف على تكثيف وتسريع إيصال الشحنات الإغاثية، مع التأكيد على أهمية اغتنام الفرصة للعودة إلى المسار السياسي. الاهتمام بالمدنيين يأتي أولا وأخيرا، لكن أيضا المسار السياسي مهم، وعلى الأطراف بالنهاية الجلوس للتفاوض. الأمم المتحدة هي المظلة المثالية، وينبغي لنا العمل سويا من أجل الالتزام بقراراتها. ومن هنا وضعت الحكومة الإسبانية على الطاولة مقترحا لعقد مؤتمر للسلام. وناقش مسؤولو الاتحاد القضية مع البرلمان الأوروبي، حيث سمعوا العديد من الأصوات المنددة بالتطهير العرقي وبجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعية لممارسة كل الضغوط لوقف العدوان والمحاسبة على الانتهاكات للقانون الدولي، في حين أكد ممثلو الاتحاد للنواب على رفض التهجير القسري وعودة الاحتلال. وسيم إبراهيم لتلفزيون دولة الكويت من أمام مقر البرلمان الأوروبي بروكسل.